يجب عليه أن ينتبه، لأن الغفلة هذه مصيبة يا إخواني الكرام. الغفلة أعظم مرض أصاب الأمة اليوم، ولهذا ربي سبحانه وتعالى أشار إليه في القرآن أن داء الأمة في آخر الزمان هو الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني يدوب الإنسان كان صغيرا، فسبحان من جعل السنين ثواني كما يقولون، يجعلها ربي سبحانه وتعالى كالثواني. ثم بعد ذلك يكبر الإنسان وينظر إلى نفسه، فإذا نظر في المرآة وجد علامات تدل على أن هذا الإنسان قد بدأ يدخل في المرحلة الثالثة والأخيرة، وهذه المرحلة هي مرحلة الضعف والشيبة، لأنها هي مرحلة الوداع. سواء كان حب الإنسان يكاموفليها كما رانا ندير احنا الآن، يحب يزين نفسه ولا يدير استيتيك ولا يدير تجميل ولا يدير وش حب، العمر يبدأ يمشي، يبقى يمشي، ما يوليش، ما يحبسش. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك ما كنت منه تحيد. ها شوف، ربي قال لنا ذلك ما كنت تتهرب منه. هذه الحيدة هذه موجودة فينا نحن، لا نريد أن نذكر الموت ولا نريد أن نذكر أنفسنا بالموت. نحب الأحلام الجميلة، نحب الأحلام التي تكذب علينا، نحب أن نعيش في أحلام جميلة، بس هي أحلام ما كاش منها، مجرد أحلام فقط ولكنها جميلة، ولا نريد أن نواجه الحقيقة المرة التي نعيشها، وهي أن الإنسان ما فتئ أن يكبر إلا وسيلقى الله تبارك وتعالى. قال ربي عز وجل: ذلك ما كنت منه تحيد، يعني مهما تهربت 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 أكمت، هاك قابلت الله تبارك وتعالى. ماشي خير لو كان كنت في الدنيا تستحضر هذا الموت وتحضر لها، أفضل مما كنت تتهرب منها. وهذا بيان أن الإنسان الخاسر الذي يخسر بين يدي الله والذي يعذبه الله هو ذاك الإنسان الذي سيعيش متهربا، يعني متجاهلا للموت. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتهرب. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور. نفخ في الصور، إن الله عز وجل يأمر إسرافيل، وإسرافيل هو ملك السحاب وملك الرياح، الملك الموكل بالرياح والسحاب، وهو الذي وكله الله تبارك وتعالى بالريح، ووكله كذلك بالنفخ في الصور. والله سبحانه وتعالى هنا قال لنا ونفخ في الصور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ملك الموت، ملك إسرافيل التقم القرن، القرن هذاك البوق اللي راح ينفخ فيه، ولكن نفخة البوق هذه القرن هذا اللي راح ينفخ فيه إسرافيل هي نفخة صاعقة يصعق كل من في السماوات وفي الأرض. هذه النفخة الأولى ذكرها الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يعني بحيث أن إسرافيل إذا نفخ في النفخة الأولى يصعق جميع من في السماوات ومن في الأرض، يعني الناس اللي في السماء اللي هم الملائكة يصعقون، واللي في الأرض يصعقون، لا أحد يبقى. ثم نفخ فيه أخرى بين النفخة والنفخة 40 كما في حديث أبي هريرة. في النفخة الثانية هي نفخة البعث، كاين نفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الصعق تميت كل واحد، ما يبقى أحد، ويبقى الله سبحانه وتعالى ويقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الطغاة وأين الملوك وأين الجبابرة. ويأخذ الله بعد ذلك السماوات والأرض يعني بأيدي، ويأخذ الأراضين بأيدي، ويقول: أنا الملك، يحكمها ربي سبحانه وتعالى، يقبضها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دار هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى الحديث، قال: إن الله، لأنه مر عليه يهودي وقال: يا رسول الله، إن نجد في التوراة أن الله يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. قال الله تبارك وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه كما قال: وما قدر الله حق قدره. هكذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهودي، قال له: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني يوم القيامة لما يسعق الناس يروحوا كامل ما يبقى واحد، الله تبارك وتعالى يقبضهم السماوات والأرض، ما كاين والو، يقبضهم الجبار عظيم سبحان الله، يقبضهم الله تبارك وتعالى ويقول: أنا الملك، أنا الجبار. وين الجبابرة اللي كانوا يقولون: أنا ربكم الأعلى
ولا الناس اللي كانت تكفر وتسب في ربي، والناس اللي كان طالعين وجوههم للسماء وحاسبين روحهم حاجة كبيرة. فإذا هذه اللقطة التي تكون هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا، قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يعني علاه؟ لأنه وعيد أي الله عز وجل توعد يوم الميعاد، ضرب لنا موعد الله تبارك وتعالى، فذاك يوم الوعيد